استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وسمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مساء هذا اليوم في قصر الصخير معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بالمجلسين. وقد رفع الجميع إلى المقام السامي لصاحب الجلالة أصدق التهاني وأطيب التبريكات والتمنيات بحلول شهر رمضان المبارك، ضارعين إلى المولى العلي القدير أن يحفظ جلالته ويرعاه وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على جلالته بدوام الصحة والسعادة وطول العمر، وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير والبركات والمسرات ومزيدا من الرخاء والازدهار. وقد بادلهم جلالته وأيده الله التهنئة بهذا الشهر الفضيل شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ومشاعرهم الصادقة النبيلة. وأعرب جلالة الملك المعظم عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على جهودهم المخلصة في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مثمنا حفظه الله الدور الفاعل للسلطة التشريعية في تعزيز المسيرة الوطنية وإنجاحها من خلال دورها التشريعي والرقابي وتحقيق المزيد من المنجزات التي أسهمت وتسهم في تطور ونماء البلاد على كافة الصعد ومواقفها المشرفة تجاه قضايا الوطن، وكذلك توثيق روابط الصداقة مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة. وأعرب جلالته عن تقديره لمستوى التعاون البناء والتنسيق المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق أهداف المسيرة التنموية الشاملة. وأكد جلالته أن مسيرة البناء والتطوير متواصلة في كل الميادين لخير أهل البحرين الأعزاء، والذين نعتز بسعيهم المخلص لإعلاء شأن وطنهم ورفعته وازدهاره، مؤكدا رعاه الله أن البحرين ستبقى واحة أمن وأمان للعيش المشترك ومنارة مشرفة بالتسامح والانفتاح الحضاري، وهي تمد يدها بالتعاون والمحبة لأشقائها وأصدقائها.